اتخضيت. اخر واحد يابا، قلتلك ناقص واحد بتاعي ده تمايم. حسيتك حسيت انا ببري فاير اصلا. ابلع. المشكله انا مبسوط بس اللعبه بتلاج، في لاج في اللعبه. هو يمين ولا هو شمال يا ابن اللعيبه؟ عارف عارف، عشان كده انا جاي من هنا بضرب بري فاير عشان ما اجيش يجيب الواد ده. ما انا لمحته يا عم. الله يا عبد صمد، ايه ده انت جيت منين يا؟ بص يا اخوانا احنا نرسم بقى ايه، هنحط عين هنا وعين هنا، هنحط بقى اوعى المراخير ونحمديها احلى بق في الدنيا، ويبقى وش عادي فاهم. او ممكن تعمل ايه، استنى ادي كده 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 كده، ده لايك اسمعوه. ما شفتوش اصلا، ما حدش اشوفه اصلا. ملمحش حد اتنين بيلعب اللعبه دي. يلا انا فقتلكوا بقى ولاد اللعيبه. يا زار كمامي كمامي كمامي، وربنا كمامي ما كانش شايفني. الواد خب القفا فاهم، الواد كان داخل طق خد يا. طيب طيب انا تمام، بس جبنا واحد انا تمام كده. لا 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 ربنا كتير، اقسم بالله العظيم كده كتير. ايه ده 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 يعني مش الواني. منعا للتلفظ بالفاظ غير مرحب بها. انا هسكت عشان فاهم انا ايه، ممكن اتعب نفسيا يعني، فيعني انا اسكت فاهم، واخش عادي ولا اي حاجه حصلت عادي. يا ابني لو اتعصبت في اللعب دي قلت لك مليون مره، التعصب مش هيجيب حاجه حلوه. بص ابن اللعيبه واقف فين، مثالي عميان اغبياء يا ابني. طول ما انت على وضعك وهادي هتعرف تأدي كل حاجة، أول بقى ما تمشي ايه العصبية تيجي بقى ايه وتتضايق كله هيروح. خدها مني، متعملش بده، تعمل بده بس. السلام عليكم. يلا بينا يلا لك على وضعك وعلى هادي. ادي السلاح ده. كام داون كام داون كام داون. لقد خلقنا الله احرارا احرارا احرارا.
اعتقدش ان انا انتهيت. لا انا ابتديت، ده انا هرعبه والله هرعبه. يا جت في رجله، جت في رجله صغير. ايه ده؟ كفايه كده هنا، وراكم في امانكم، اشتركوا شكرا جدا لكم وسلام.